ايه ده بقى؟ تاني يا غادة، إثارة الجدل دي كانت أغلب تعليقات الجمهور بعد ما الفنانة غادة عبد الرازق نشرت شوية صور ليها على الانستجرام في أسبوع الموضة في باريس. ما هو محدش كان واخد باله منها بسبب ماتش القمة اللي اتلغى. طب ايه القصة وليه الناس اعترضت على اللي هي عاملاه؟ تعالى نعرفها من البداية للنهاية على المصرية. غادة عبد الرازق حضرت أسبوع الموضة في باريس وكانت ملفتة جدا للنظر بعد ما قصت شعرها. قصت شعرها ولبست لبس غريب جدا، الجمهور كله استغرب وقال لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وفي ناس تانية قعدت تقول تعمل اللي هي عايزاه، ما هي الملكة. وفي ناس تالتة قالت ان الستايل الجديد بتاعها ذكاء اصطناعي. ذكاء اصطناعي ازاي اصلا؟ لكن غدا بقى صدمت الكل، وعشان تنفي الشائعة دي صورت فيديو عشان تأكد ان ده حقيقي ومش ذكاء اصطناعي خالص. في ناس قالت ايه اللي حصل لك يا غدا؟ ان شاء الله ما كنت كويسة، احنا متعودين من الملكة على اطلالات اجمل من كده. طب ايه بقى الاوتفيت اللي خلى غدا عبد الرازق تبقى مثار جدل كده؟ لبست بلطو طويل طويل شفاف من جوه مكشوف من ناحية الصدر، وفي ناس قالت ان الاوتفيت ده تكلف اكتر من 250,000 جنيه، ده غير الاوتفيت بتاع شعرها القصير. يا ترى بقى هل غادة عملت الستايل الغريب ده عشان دور جديد لعمل فني، ولا عملته مخصوص عشان اسبوع الموضة في باريس؟ قول لنا رأيك في التعليقات.